2020 أسوأ سنة بالعالم بأسرة مرت علينا بوجود على الحكم والوزراء والنواب الموجودين أسوأ منه ما بصير أبدا. و2021 ما حدا بيعلم بالغيب إلا رب العالمين عز وجل. السماء أجي بس تجي أنا حديث تاني. نتمنى فيها كل خير وكل سعودة والسلام للبنان. يعني 2021 و2022 كل شيء والحكام والسياسيين موجودين كل سنة أسوأ من سنة. ولا شفنا أنا عمري 82 سنة ما شفنا أسوأ من هالسنة. وصلونا لمرحلة إنه سرقوا البلد وسرقوا الثقة اللي كانت العالم تيجي من برا تستثمر بلبنان وبطلوا يجوا وبطلنا فينا عم نعيش. 70 دولار الحد الأدنى للموظف ما لقيلي للجيش اللبناني لقوى أمن الداخلي صار حد الأدنى تبعه 70 دولار يروحوا يصححوا المسار من أوله لآخره. صحيح 2020 كانت زاخمة بالمصائب الكونية إن كان على المستوى الصحي وخصوصاً بلبنان كانت زاخمة بالمصائب الاقتصادية والسياسية والمالية. بعتقد نحن وضعنا صار اليوم كلبنانيين للأسف ببكي بعد ما كنا سويسرا الشرق ما بعرف وين صرنا اليوم بالعتمة غرقانين بالفقر بالجوع بالحرمان بس اللبناني بدل هو مناضل. بتأمل من 2021 أنه تنزاح الغمة. أنا عندي إيمان أنه هيدي غمة ولازم تنزاح لأنه نحن اللبنانيين ما بنستاهل إلا أن نكون بالقمة بإذن الله. اليوم الناس تعبت، في ناس عم تنام بلا أكل بلا شرب. يعني شو بدها تفرق 2020 على 2021 إذا ما اتقوا الله بالعالم؟ ما عاد في مخيفة لا عند المسؤول ولا عند الناس المرتاحة ولا عند حدا، مخيفة من الله. المفروض نرجع على الله سبحانه وتعالى شوي صغيرة، والغني واللي المقتدر ينزل هو بذات نفسه. ممكن ما بيوثق بالجمعيات، ممكن ما بيوثق بالناس، ممكن ما بيوثق بحدا، بس ينزل هو يطلع على أمور الناس ويحط مصرياته بمحله. يعني 2020 طلعت أتعس عام عاشه الشعب اللبناني الغلبان على أمره. الفقر والبؤس والحرمان وعدم تأمين أي شيء. يعني يعيش عنا بطرابلس تحت خط الفقر أصبح 90%. كل عمره اللبناني بيحب يكون إنسان محترم بين كل الناس وما ينزل للحياة المعيشية. يعني كل عمره اللبناني محبوب، بس هذا اللي بحب أقوله. إن شاء الله تكون سنة 2021 تكون سنة خير وفيها أشياء حلوة أكثر من 2020. ما في شيء أبداً، ما في طموحات، ما في شيء. 2021 مرقت علينا منها تمام أبداً. بتمنى أنه هالسنة تكون إن شاء الله تكون أحسن من الأول لكل اللبنانيين، وما بقدر لك أكثر شيء. وبتمنى إن شاء الله نرجع الأحوال أحسن ما كان ونشتغل وترجع، ونحن ما نحبين نطلع نترك لبنان. يعني إن شاء الله بنتمنى سنة جديدة تكون خير على الجميع. هلا 2020 سنة سيئة على الكل، يعني منا شيء منيح. يعني 2020 أحلى 2020، جيبونا الكورونا وفقرونا وجيبوا أجلنا وكسرونا، ما في شغل بالمحلات، المحلات كلها انكسرت والعالم جاعت بحجة في كورونا. 2021 كل العالم تحكي عليها يعني سنة منيحة، بس ما مبين عليها سنة منيحة لأنه هيتوا في شيء أقوى من الكورونا كمان بيطلعونا.
صعب كتير والأصعب جاية. ونقول إن شاء الله 2021 نتأمل أن تكون إن شاء الله سنة جديدة وتكون إن شاء الله أحسن من السنة اللي قبلها. مرق علينا ظروف كتير صعبة ونتمنى 2021 تكون أحسن، تال واحد يكون عنده أمل شوي صغيرة بهيدي البلد. يعني حرام اللي عنده أولاد واللي عنده يعني مسؤوليات ما بتخيل قدر يكمل بهالبلد. يعني ما بدنا أكتر من هيك، هيدا أكتر شيء نتأمله، يعني لهالدرجة وصلنا أنه بس بدنا ناكل ونعيش.